شعرة معاوية. يضرب بها المثل في الحاجة إلى الحفاظ على بعض من المودة وإن كان خيطا ضعيفا قدر شعرة، ويصطلح بها على الحنكة السياسية والكياسة، وهي عين الدبلوماسية في عصرنا الحالي، ويقال اجعل بينك وبينهم شعرة معاوية. في الإبقاء عليها حسن تدبر، وفي قطعها عواقب لا تحمد. ويعود المثل إلى معاوية بن أبي سفيان الأموي، سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام. تميز حكمه بالعدل والحنكة والصلابة، وكان يتصف برجاحة العقل ودماثة الخلق. يروى أن أعرابيا سأله: كيف حكمت الشام 20 سنة أميرا، ثم حكمت بلاد المسلمين 20 عاما خليفة من دون إثارة فتن؟ أجابه معاوية: إني لا أضع سيفي حين يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حين يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت. قيل: كيف؟ قال: كانوا إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها. معاوية بدهائه استطاع أن يدرأ عنه الخطر ويخضع العامة لحكمه دون قتال، حتى بقيت شعرة معاوية من أشهر الأمثال في أحكام السياسة التي تنظم العلاقات بين الناس وتدير الخلافات بينهم مهما اتسعت.